الجبهة الجنوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم كثيرا، أولا الإعلام أشكركم كثيرا، وأنتم تتقشمون الصعاب، وحقيقة سقط الشهداء والجرحى منكم، وآخر يعني وقبل ساعات يعني يسقط الجريح محمد اليمني مصابا هنا بالضباب. أشكركم، نحن من هنا بس نشكر المستقبلين وعلى رأسهم أيضا الأخ عبد حمود قائد المنطقة. فأقول الحمد لله رب العالمين على النصر، الحمد لله. قلنا سنعود على الضباب وفعلا عدنا على الضباب، وأنتم تستقبلون اليوم. ومن هنا وقدام السجن المركزي بعد الضباب الآن نعلن فك الحصار إلى غير النهاية إن شاء الله تعالى. وإلى غير رجعة، وإلى غير رجعة. وأيضا نعلن من هنا من أمامكم وعلى مرأة ومسمع من العالم أننا إن شاء الله تعالى سنصل إلى أطراف تعز في كل مكان، ونطهر الحوافيش من كل مكان إن شاء الله، وبعدها سننطلق كما قلنا إلى جبل مران بإذن الله تعالى. هذا الانتصار بهذا اليوم العظيم اللي انتصرت فيه تعز، لمن تهدي هذا الانتصار؟ اهدي هذا الانتصار للشهداء اولا، ثم للجرحى، وللابطال المقاومه، ابطال المقاومه في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه نرحب بقائد المقاومه والذي اقسم يمينا انه لن يدخل تعز الا عبر منفذ الدحيق، وتحقق هذا اليمين، ودخل اليوم الشيخ حمود سعيد المخلافي قائد المقاومه في تعز من منفذ الدحيق. انتصار اليوم انتصار الجبهة الغربية لم يكن وليد اللحظة، بل كان من فترة إعداد وترتيب أكثر من شهر، والشيخ على اطلاع على كل مراحل هذا الترتيب، وكان دائما يشجع ويؤيد ويدعم هذا التقدم. اليوم أبطال الجبهة الغربية مسنودين بجميع الأبطال في جميع مدينة تعز بدون استثناء. اليوم هم سطروا هذا النصر العظيم، هم سطروا هذه الملحمة التاريخية التي سيسطرها التاريخ بمداد من ذهب، وسيأتي يوم يقول أبناؤنا وأحفادنا من هنا مرت مقاومة تعز على هؤلاء المجوس الإيرانيين، من هنا فك الحصار عن تعز، وإلى غير رجعة، وإلى غير رجعة. الله أكبر. بالنسبة لانتصار تعز، فعلا المقاومة الشعبية والجيش الوطني يعملوا من أول يوم لتحرير تعز، ويعني تم هذا التحرير يعني الذي انتظرناه طويلا، فاليوم تحقق بفضل المقاومة والجيش الوطني. نحن لمن يروج على فرقة المقاومة في تعز هذا وهم يعني توهموا ذلك، ولكن نقول لهم المقاومة وحدة واحدة ودمعا واحد وقسطا واحد، وتعز كلها مقاومة، نساء ورجال وشباب كلها تقاوم من أجل تحرير تعز. الله أكبر إلا الحق، الله أكبر إلا الحق، الله أكبر إلا الحق. هل أنتم مرتبين لما بعد التحرير في محافظة تعز؟ فعلا مرتبين القضاء، الحالة الأمنية في تعز، ونقول للمندسين داخل المدينة أن يرحلوا، احنا راصدين كل من كان موجود ولديه توجيهات من جهات تخريبية ومن جهات عفاش أو الحوثي أنهم يعملوا قلاقل
أو مشاكل داخل المدينة مثل ما صنعوا في أماكن أخرى بعدا لهم.